دعم تسيير مركز الإدماج الاجتماعي بالزيتة سيتم توقيعها من طرف السيدة رئيسة جمعية التضامن للعمل الإحساني والسيد والي جهة طنجة تطوان الحسينة. في المدينة القديمة جابينو من المرجان ها؟ يمس متوكل إسماعيل مكلف قسم العمل الاجتماعي لعمالة طنجة أصيلة. هذا الحفل توقيع ديال اتفاقية الشراكة يهم تفعيل وتسريع إنزال المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية للتنمية البشرية والمنعقد بتاريخ 27 مارس 2019 واللي من خلاله تم التوقيع 15 اتفاقية شراكة بحضور الرئاسة الفعلية للسيد الوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة والمصالح الخارجية المعنية وكذلك الجمعيات حاملة المشاريع. ويخص هذه التوقيعات 31 مشروع في مختلف البرامج الأربعة المندرجة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة بغلاف مالي يناهز 26 مليون و500 الف درهم. دونك هذا اليوم كنا بصدد توقيع اتفاقيه الشراكه في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شقها الثالث. الحمد لله كانت هنالك اداء صاغيه وكان هنالك اهتمام من طرف السلطات الولائيه وعلى راسهم السيد الوالي اللي كان شرفنا حتى هو كذلك بالزياره ديالو. والحمد لله لما تم اتفاقيه ونتمنى انها ما تكون هذه بدايه على ما هو افضل وما هو احسن لهذه الشريحه من الاطفال اللي كنشتغلوا معهم. معكم عائشه الصروخ رئيسه جمعيه صدقه الاطفال المعاقين ذهنيا. من هذا المنبر هذا كنشكر السيد الاطر كامله وعلى راسهم السيد الوالي اللي دعمنا في هذه الصبيحه هذه. مشكور الشكر موصول من طرف الامهات من طرف الاعضاء الجمعيه صراحه. وهذا المشروع هذا ان شاء الله غيكون واحد الدعم كبير للاطر الشبه الطبيه والطبيه وفي نفس الوقت الاطر التربويه اللي احنا عندنا نقص فيها تسد علينا واحد الفراغ كبير لان اصلا احنا في المقر الجمعيه عندنا واحد الكراء واحد السومه الكرائيه اللي عاليه شويه. غيكون واحد متنفس كبير لا بالنسبه للكراء ولا بالنسبه للاطول ولا بالنسبه للشبه الطبي والطبي وهذا ما نقول لك.